السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استوديو الإخبارية والعناوين. نقاط التفتيش، ضرورة أمنية وتعطيل للحركة المرورية. وقريبا نظم إلكترونية مرورية تغطي المدن الرئيسة في المملكة. على الرغم من أهمية نقاط التفتيش، إلا أن الحاجة ماسة لتنظيم مسار السيارات أثناء اختيار مواقع التفتيش وضمان عدم تهرب بعض من السائقين إلى منافذ قبل النقط الأمنية، وإلى جانب أهمية مراعاة مدى سلامة الطريق وخلوه من أعمال الصيانة أو ضيق المسار أو ما قد ينتج عن الاختيار من ازدحام. فكذلك أهمية استخدام التقنية في سرعة إنهاء التفتيش والتعرف على المخالفين وتحديداً تفعيل نظام البصمة. ساهمت نقاط التفتيش الأمنية والمرورية الثابتة والمتحركة الواقعة على الطرق الداخلية والرابطة بين المناطق في ضبط السلوك المروري للسائقين والقبض على المطلوبين أمنياً والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، كما أوجدت تلك النقاط ارتياحاً نفسياً لعابري الطرق وتعاوناً بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين. وعلى الرغم من أهمية نقاط التفتيش، إلا أن الحاجة الماسة لتنظيم مسار السيارات أثناء اختيار مواقع التفتيش إلى جانب أهمية مراعاة مدى سلامة الطريق وخلوه من أعمال الصيانة أو ضيق المسار، كذلك أهمية استخدام التقنية في سرعة إنهاء التفتيش والتعرف على المخالفين وتحديدا تفعيل نظام البصمة. بعض نقاط التفتيش المرورية والأمنية بسبب تقارب مواقعها قد تكون في مواقع مزدحمة وقريبة من المساكن، مما ينشئ عنه ازدحام مروري، ويرى المراقبون بضرورة الاستعانة بكاميرات مراقبة ورصد بدلا من تعدد نقاط التفتيش الأمنية والمرورية. أهلا بكم مشاهدين الكرام، يطيب لي أن أرحب بكم وبضيوفي في هذا اللقاء. سعادة العميد علي الدبيخي، مدير مرور منطقة الرياض، أهلا بك سعادة العميد علي. شكلك تلبية الدعوة. أيضا ضيفنا الآخر الأستاذ الدكتور علي بن سعيد الغامدي، أستاذ هندسة المرور والنقل في جامعة الملك سعود، أهلا بك دكتور علي وشاكر لك تلبية الدعوة. الله يبارك فيك، شرفنا، يعطيكم الصحة والعافية. يعني خلونا أبدأ الحوار ونكون احنا اكثر بساطه للمشاهد في تلقي المعلومه، في قبولها وايصال. تحديدا احنا نحاول نساهم على الاخوان في المديريه العامه للمرور بان الحديث عن الوعي. هناك حمله ايضا هيئه الاذاعه والتلفزيون في احد برامجها، الله يعطيك خيرها، نتعاون مع زملائنا في مثل هذه الفقره بالتنويه لهذه الفقره. لكن ابدا معك سعاده العميد علي، بانه وضع المرور في المملكه العربيه السعوديه، اعرف انك معني بالرياض، ولكن لا يمنع أنه ما ينطبق على الرياض ينطبق على بقية المناطق كونها العاصمة. وضع المرور كيف تقرأه خلال عقد من الزمن والمفارقات والتغيرات الكبيرة التي حصلت في وضع المرور، إما سلبا أو إيجابا حتى تكون منطلق لنا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عارف أنه يعني تطور السنة التي تليها والسنة التي تليها، تطور إدارة المرور سواء في جميع مناطق المملكة. طبعا تسعى الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى السلامة المرورية وتطوير العمل المروري كل سنة. طبعا السنة هذه طبقت الإدارة العامة للمرور، طبعا من ضمنها إدارة مرور الرياض، تطبيق خطة السلامة المرورية.
طبعا وضع الآن نقاط لضبط المخالفات المرورية في مدينة الرياض، سواء كان قطع الإشارة أو السرعة أو الوقوف الغير نظامي أو حزام الأمان، جميع المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة. هذه الحمد لله يعني تم تطبيقها خلال من بعد أو بداية السنة العام الهجري الحالي. الحمد لله يعني تم تخفيف من نسبة الحوادث المرورية سواء كان الوفيات أو الإصابات يعني بنسبات جيدة. هذا ما نسعى الحقيقة في إدارة مرور الرياض وتوجيهات الإدارة العامة مرور للتقليل من نسبة الحوادث المرورية سواء كان الوفيات أو الإصابات. طبعا وضع نقاط تفتيش أو نقاط لضبط المخالفات المرورية في المواقع اللي تم تحديدها بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اللي هي ينتج فيها كثرة الحوادث المرورية أو المخالفات المرورية. طبعا بدأنا زي ما قلت لك في بداية العام الهجري اللي هو 35، تم ضبط في شهر واحد حوالي 240,113 مخالفة مرورية، طبعا متنوعة ما بين سرعة داخل المدينة 36,444. أجيبك المخالفات المؤثرة على السلامة العامة. احنا ممكن إذا جاهز عند الإخوان تستعرض يعني إذا في إمكانية عبد الله، طيب نستعرضها عشان بس نستعرض الإحصائيات. هذه شهر واحد بس. فقط في شهر واحد. احنا حنستعرضها لك كاملة يا دكتور أفضل سعادة العميد عشان بس نكسب فيها الوقت. وتكون على أساس يعني يختصر الوقت فيها إنه يكسب المشاهد في إنه يطلع عليها مباشرة ونرجع لك فيها وتكون محتفظ فيها في النقاش. طيب. طيب كانت هذه يعني مخالفات المرورية عام 2013 وإحنا حطيناها لعام كامل عشان بس نكسب فيها الوقت، وبحذكر لك إذا هي موجودة عندك حق مجمل العام 2013 وفي الأشهر الماضية من عام 1435 الإحصائيات موجودة ضبط المخالفات المرورية. نتكلم عن 2.5 مليون مخالفة في عام 2013، حجزت 87,000 مركبة و 682، ارتفاع المخالفات عن العام الماضي ب 300,000 مخالفة. طبعا الظاهر شامل حتى النظم الإلكترونية. عدد المركبات لا المحجوز ما يشمل ما هو مش هذا بس المقصود يدوي المرصود يدوي بس معناها عندنا رقم فلكي. طيب ربط الحزام تجاوز 800,000 مخالفة، الوقوف غير النظامي 300,000 مخالفة. هذه على مستوى الرياض ولا على مستوى المملكة؟ لا اتكلم انت على مستوى الرياض 2,400,000 واتكلم على مستوى الرياض مدينه الرياض الرياض وليس على مستوى ماني مكمل احصائيات لانه يعني. اذا كان تسمح لي الحقيقه اللجنه العليا للسلامه المروريه في منطقه الرياض رأسها صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر امير منطقه الرياض وسمو نائب الامير تركي بن عبد الله. طبعا دائما التركيز الدائم انه تقليل من نسبه يعني التركيز الدائم التقليل من نسبه الحوادث المروريه او الوفيات او الاصابات. طبعا اللجنه السلامه المروريه طبعا فيها عده جهات مشاركه من ضمنها وزاره النقل، امانه مدينه الرياض، الهيئه العليا، الهلال الاحمر السعودي. طبعا جهات وزاره التربيه والتعليم مثلا في اداره التربيه والتعليم منطقه الرياض كلها منظومة تحت الحقيقة يعني لجنة السلامة المرورية العليا اللي رأسها سمو الأمير بندر. طبعا نسعى دائما أنه تقليل من نسبة الحوادث المرورية سواء وفيات أو إصابات في مدينة الرياض. الحمد لله يعني كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها بالنسبة للانخفاض، وهذا الحقيقة بالنسبة للوفيات والإصابات الموجودة في مدينة الرياض. طبعا هذه في تقارير موثقة من عدة جهات من ضمنها إلى الأحمر السعودي، مستشفيات السعودي الألماني وبان مي ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، مستشفى الأمير سلمان، مستشفى الإمام، مستشفى أو مدينة الملك سعود الطبية اللي هو طبعا هذه كلها موثقة لدى الهيئة العليا. طيب
يعني الحين المستمع اللي يسمعنا يا سعادة العميد انه النسب انخفضت الحمد لله نتفق على ذلك، لكن يقول لك قاعد يصاحبها نمو في عدد السكان ونمو في عدد المخالفات، احنا خليك انت اصابات وفيات، فبالتالي انه ان كان هناك انخفاض هو بالمقابل اصلا في عدد زياده، يعني سواء اتكلم عن هجره داخل مدينه الرياض او توجه مدينه الرياض الاعداد اكبر، فتعتبر نسبه للعام الماضي مع اعداد المتواجدين ترى انها عكسيه، لكن في الواقع هي زياده غير مضطرده. نعم تعرف العاصمه يعني يردها من جميع مناطق المملكه سواء كان سائحين او كانوا الحقيقه ذو حاجه او انه لزياره يعني او المستشفيات اي يكون غرضه، بس المقصد انه يعني هذا نوعا ما يرى بانه يقلب موازين نعم الاحصائيات، ولا لا دكتور علي رايك فيها؟ طبعا اولا يعني بكل تاكيد انه احنا نتكلم عن معدلات اكثر مما نتكلم عن ارقام بعض الاحيان، لكن اذا اخذناها كارقامنا ليس مطلع على الاحصائيات حقيقه الوفيات، لكن عندما ننظر المملكه يعني دعني اخذ جزء تاريخي قليل يعني لدقيقه، انا اعتقد انه عندما ننظر الى الوفيات في المملكه اليوم حوالي 7000 سنويا، هذه المسجله رسميا، بينما كانت قبل حوالي 10 سنوات نصف هذا الرقم تقريبا، اذا معناته لدينا ازدياد، لدينا حجم مشكله انا اعتقد كارثيه، ولا وهناك جهود كبيره ان لم ننجح بشكل كبير كمنظومه في استغلالها بشكل في, في 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 تحجيمها. انا اعتقد التحدي الكبير في المملكه هو كيف تقلل الضحايا المرور، سواء ضحايا حروب يا دكتور ولا لا كيف يعني ارقام الفلكيه تعتبر حتى ما تكون في حروب. نعم يعني يعني لابد ان نعترف ان هناك مشكله متصاعده رغم في جهود يعني كبيره، وهنا لابد ان اتوقف الامير نايف رحمه الله عليه في التسعينات الميلاديه كان انعقد اول مؤتمر وطني للسلامه المروريه على مستوى المملكه، واتمنى من يعني المهتمين بالشان المروري ان يعودوا الى كتيب هذا المؤتمر، هو لخص المشكله وقدم ما نراه اليوم من تقنيات يعني لخص المشكله وحجمها، وكان اعتراف وكان شفافيه، وكان انا اتذكر حتى سمو الامير نايف رحمه الله عليه يعني اعطى بصراحه يعني كان في توجيه بانه لابد ان يكون هناك شفافيه وعرض للارقام، وبالفعل انا اعتقد هذاك المؤتمر شكل منعطف في تاريخ المشكله المروريه في المملكه ووضحها، ومن ثم ما نرى اليوم من تقنيات ومن ما نرى من تطور نلمسه جميعا حقيقه في جهاز المرور، لا احد يشك في ذلك، يعني ما كان يوم الايام يعني كنا نطالب بالتقنيات، اليوم التقنيات موجوده، كنا نطالب بتسجيل الاحصائيات والبيانات يعني اليا وهي موجوده اليوم، كنا نطالب بلجان يعني عليا للسلامه المروريه، اصبحت بعض المناطق يعني فيها لجان سلامه مروريه، لكن حقيقه لابد ان نعترف اليوم ان هذه الجهود وان هي يجب ان تستمر ويجب ان تتضاعف، لكن تحتاج الى تقويم، تحتاج الى وقفه للتقويم، وان نطرح سؤال بكل شفافيه، لماذا اصبحت المملكه اليوم عدد الوفيات 7000 وفاه؟ يعني تتكلم عن يعني حوالي كل اسبوعين يعني 300 وفاه، يعني 600 في الشهر تقريبا، وهذه ارقام ضخمه. وانا كان يعني في حمله يعطيك خيرها قبل فتره يعني ذكرت حادثه الطائره الماليزيه، كان وكانه في المملكه تسقط طائرتين سنويا بعدد ركاب ضخم حوالي 600 في الشهر، يعني تخيل ماذا سيكون رد الفعل لدى الرأي العام لدى الجهات المعنية. إذا نحن أمام مشكلة كبيرة، هناك جهود لا أحد ينكرها، ولكن يجب أن نتوقف نقيم هذه الجهود. وين الخلل؟ حان الوقت. وين الخلل تقييمك؟ أنا أعتقد إذا كان من خلل هو أننا لازلنا ننظر إلى جزئيات في المشكلة ولا ننظر إلى الصورة كلها. حنا نعرف هناك 4 أركان للمشكلة المرورية، ركن يتعلق بالتوعية، ركن يتعلق بالإنفورسمنت أو ضبط النظام وهو الجهات الأمنية هي المناط بها جهات المرور، وآخر بالهندسة، هندسة الطرق وتصاميمها الطرق، هذا الضلع الرابع أو الركن الرابع، ومن ثم الخدمات الطبية الطارئة. يجب أن تتكامل هذه الأربعة، لأنه أي خلل في أي ركن يؤثر يضعف الأركان الثانية حقيقة. ونعتقد ما زلنا
يعني ما زلنا ما تفوقنا يعني على هذه المشكلة. لم نتفوق حتى الآن على أنفسنا في النظر إلى المشكلة يعني الصورة بشكل كامل. طيب عميد علي يعني يقول لك الجهود المبذولة تذكر فتشكر ولا ينكرها إلا جاحد ما يمر به جميع القطاعات ونخص تحديدا المرور بالتقدم الذي يعيش سواء على نظم فيما يختص بأفراده وضباطه وضباط صف والدورات والتعليم والتوعية وغيره، لكن والأنظمة أيضا والنظم الإلكترونية. لكن في مشكلة الدكتور سلط الضوء على جزئية بأنه قد تكون الجهود المبذولة عن غير قصد أو خلينا نتجاوز أنه بحسن النية تذهب هباء يعني لسبب عدم التعاون بشكل واضح وشفاف. كل جهة تعمل على حدة سواء هلال أحمر، صحة، نظام التعليم في التوعية، الأمن كمرور نتحدث عنه، حتى القطاعات الأمنية الأخرى في الأمن العام في مشاركتها في الجانب المروري. نعم تتكلم الآن عن منظومة، الحقيقة المنظومة هذه موجودة في مدينة الرياض زي ما ذكرتها قبل شوي أنه لجنة السلامة المرورية العليا رأسها سمو الأمير بندر خالد بن بندر طبعا تقيم أعمالها كل فترة ماذا عملت كل جهة في لجنة السلامة المرورية. طبعا النتائج كل جهة لها محور أو لها طريق أو لها تختص بجزئية تختص بجزئية يعني. معينة طبعا نتكلم عن جزئية المرور، جزء المرور أنه المطلوب يعني أنه ضبط المخالفات المرورية والتقليل منها. هذا اللي صار يعني في الفترة الماضية أنه مدينة الرياض الآن انخفضت نسبة الإصابات 15.8% وعدد الوفيات 31.4% مدينة الرياض. هذا ما يخص مدينة الرياض. طبعا نتكلم احنا عن التعاون مع الجهات زي ما ذكر الدكتور قبل شوي، في تعاون وثيق الحقيقة ما بين أمانة مدينة الرياض وما بين الهيئة العليا لتعديل الطرق وتحسينها. طبعا عندنا احنا طلعات جوية تتم كل يوم أحد وكل يوم خميس لتقييم الوضع المروري و يعني تصوير جميع المواقع اللي يكون فيها كثافة مرورية عالية ومن ثم معالجتها مع الجهات المعنية سواء كان وزارة النقل أو كان مع الهيئة العليا أو مع عمارة مدينة الرياض. تعالج المشكلة كثافة حركة، تعالج المشكلة بالنسبة للمواقع الخطرة في المدينة. طبعا عندنا في مدينة الرياض في نقاط تعتبر النقاط السوداء اللي هي فيها حوادث وفيات، هذه فيها لجنة مشكلة من المرور والهيئة العليا ومن وزارة النقل ومن الأمانة لتحديد المشكلة القائمة في هذه النقاط. هل النقاط هذه تحتاج معالجة هندسية؟ هل تحتاج ضبط مروري؟ هل تحتاج تغيير الطريق كامل أو تغيير مسار الطريق؟ فما زالت اللجنة هذه قائمة وتم تعديل الطرق أو مواقع أو نقاط سوداء. هذا يعني ما حقول تتهم اللجان، لكن يعني يشار إليها بأنها تأخذ نوع من الإجراءات البيروقراطية التي تعقد، ويتكلم عن الجانب المروري هو جانب خدمي. لا هذه اللجان تبت في المواضيع مباشرة. يعني أبا أضرب لك مثال يعني تكلم يا دكتور أنه يعني أنا أتكلم عن المشاهد الآن قد ما يعي التفاصيل الفنية عندكم أنتم والارتباطات الرسمية مع الجهة الثانية، لكن يعرف أنه عنده مشكلة يعانيها في هذا المنطقة في هذا الشارع في هذا التقاطع من 7 أشهر من 9 أشهر. نعم. ما هو مبرر له أنها تجلس 9 أشهر إذا كان في لجان وغيرها؟ طبعا أنت عارف أنه في الأمانة في إدارة الهندسة المرورية وفي الهيئة العليا في إدارة الهندسة المرورية وفي وزارة النقل نفس الطريقة، هذه كلها إدارات هندسة مرورية تعالج جميع المشاكل اللي في الطرق موجودة والقائمة سواء كان هندسية زي ما قلت أو خلافة. طبعا عد الجميع أو أغلب المواقع، ما أقول لك أغلب المواقع، جزء كبير منها عن طريق الأمانة، عن طريق وزارة النقل، عن طريق الهيئة. أضرب لك أمثلة فيها سريعة، مخارج الدائري الشرقي، مخارج الدائري الشمالي صحيح. عدلت هذه كلها كانت من ضمن النقاط اللي حدث فيها حوادث وفيات. الحمد لله لم تسجل فيها أي حادث بعد التعديل وفيات، فيها حوادث لكن لم تسجل حادث وفيات. طيب. هذه من ضمن النقاط السوداء اللي تم تعديلها. الأمانة عدلت طرق زي طريق الجامعة، زي الآن طريق التخصصية تم تعديلها من قبل الأمانة، طرق الأول، طرق كثيرة تم تعديلها، فتح طرق رديفة لمعالجة الكثافة المرورية ومعالجة الحوادث المرورية بحيث أنه ما يكون تكدس في الحركة ويكون حوادث مرورية. حاعطيك رأي الناس
وحنرصد جزء منه مع الدكتور ايضا، وحاعطي الدكتور ايضا طيب. مجال وقته كافي له، بس استاذنكم في ان نطلع لاخبار الصحف مع زميلتنا ساره بلجون على الاقل فيما يختص بموضوعنا والمخالفات المروريه. ساره تفضلي. شكرا لك عثمان، شكرا لضيوفك الكرام. اهلا بكم مشاهدي استوديو الاخباريه، قراءتنا الصحفيه لهذه الليله حول المخالفات المروريه. نبداها بصحيفه الرياض تحت عنوان المرور يحدد 5 مخالفات محجوبه تستوجب المراجعه، حيث اوضح مدير مرور منطقه الرياض العقيد علي بن عبد الله دبيخي ان هيئه الفصل في المخالفات المروريه تنظر في كافه المخالفات او المنازعات المروريه التي تصل اليها وتطبق في حقها الجزاءات الملائمه للمخالف، والتي تتضمن الغرامة المالية أو حجز المركبة أو كليهما. وتجدر الإشارة إلى أن حجب المخالفة المرورية يترتب عليه عدم تنفيذ عدد من إجراءات الخدمات، ولا يسمح بإنهاء إجراءات تلك الخدمات إلا بعد مراجعة المرور ورفع الحجب وتسوية كافة المخالفات المرورية. من صحيفة الرياض إلى صحيفة الوطن، حيث كشف مصادر مطلعة للوطن أن الإدارة العامة للمرور أنهت عملية الربط الإلكتروني المخصصة في تطوير مواكبة الأساليب الحديثة برصد المخالفات المرورية لسائقي المركبات عن طريق ما يعرف بالضبط الإلكتروني، بحيث سيتم إجراء تغييرات في عملية رصد المخالفات المرورية من قبل رجال المرور، وتكون عملية تسجيل المخالفات بطريقة حديثة متطورة ومتناهية وأكثر دقة. جرى تزويد الرياض وجدة ومكة ب 800 فردا من رجال المرور، سيتم تزويدهم بالأجهزة الكفية المتطورة لرصد المخالفات المرورية. وننتقل إلى صحيفة سبق، حيث يرى الكاتب الصحفي فواز عزيز أن الغرامات المالية لم تحد من المخالفات المرورية، وأن عدد المخالفات المرورية في الرياض ازداد 300,000 مخالفة عن العام السابق، وهذا أقوى مؤشر لإدارة المرور للبحث عن وسيلة أخرى للقضاء على المخالفات المرورية إن كانت تدرك أن المخالفات وضعت لتطهير الشوارع من المخالفات المرورية وحماية أرواح سالكيه. كما بيّن الكاتب خالد عباس طاشكندي في صحيفة المدينة قبل 5 سنوات، أشار تقريرا استقصائيا بعنوان أخطاء بالجملة في المخالفات المرورية والمتضررون حائرون، وتطرق التقرير إلى قضية القسائم المرورية الخاطئة التي ترصد على المواطنين، حيث قد يفاجأ المواطنون عند مراجعة إدارة الجوازات أنه يتعين عليهم سداد مخالفات مرورية مسجلة بأسمائهم على الرغم أنهم لم يرتكبوها، وما زالت السيناريوهات المتشابهة تتكرر إلى الآن، وأعداد الضحايا في ازدياد دون أن تكون هناك ردة فعل مغايرة من قبل المسؤولين في المرور لإنهاء المشكلة من جذورها. لذلك لا أعتقد أن إدارات المرور لديها مسوغ لهذه المخالفات، والتي لا مفر للمواطن من تسديدها، لأنه لن يستطيع كسر الحواجز البيروقراطية للإجراءات. ونختتم صحفنا بصحيفة الوطن ومقال للكاتب فواز عزيز تحت عنوان شركة المخالفات القابضة، العقوبات والغرامات وسيلة لفرض وتطهير مكان ما من المخالفات المرورية كذلك، لكن الوضع المتراكم والأرقام يدلان على أن المخالفات المرورية لم تطهر الشوارع ولم تمنح مستخدميها الوعي الكافي لتجنب المخالفات المرورية. ففي الرياض وحدها حرر المرور نحو 3 ملايين مخالفة مرورية خلال العام الماضي، بزيادة 11% عن العام الذي قبله، وعدم انخفاض أرقام المخالفات المرورية يتتابع بتتابع الأعوام، يعني انحراف نظام المخالفات المرورية عن هدفه الرئيسي وهو القضاء على الظواهر المرورية السيئة من شوارعها. نختتم بهذا المقال فقرة القراءة الصحفية، عودة للزميل عثمان. شكرا لك سارة، يعطيك العافية. أهلا بكم
بكم مجددا. دكتور علي، انا برجع معك، يعني ابسط الموضوع يعني بصراحه بكل شفافيه، وموضوع قضيه المرونه انت ذكرت له اربع اركان، وكل ركن لو تكلمنا عنه بعده حلقات ما خلصنا. خليني ارجع لاهم نقطه قد تكون الان يعني هي المسببه للحديث حتى مع قطاع الامني المروري فيما يختص بالمخالفات المروريه وانها دقت ناقوس الخطا. سعاده العميد يقول في انخفاض في الإصابات والوفيات في الرياض، وتكلم عن زيادة يعني قرابة 300 ألف مخالفة، وهذه غير إلكترونية، تكلم عن هذه اليدوية. فبالتالي هل يعتبر بحكم تخصصك أيضا في الأمن والسلامة فيما يختص بالنقل أستاذ هندسة، هل تعتبر قضية الغرامة المالية هي حل لتخفيض أو المخالفة المروهية الحل لتخفيض الإصابات والوفيات ونشر الوعي وثقافته عندنا؟ هو شوف يعني الردع المادي مهم بصراحة، خلينا نكون شفافين. شوف الردع المادي مهم، هو معمول به يعني في جميع، يعني لا نخترع العجلة من جديد، هذا موجود. إنما أنا أعتقد إنه في المملكة يعني الآن نظام ساهر طبق من 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 عدد من السنوات، وهو يعني رادع مادي كبير، لأنه يعني حتى تتضاعف قيمة الغرامة المالية. إنما هناك ناس أنا أعتقد إنه مهما وصل عدد المخالفات سددها، يعني ما عنده مشكلة، وبالتالي هذا ما تستطيع أن تردعه ماديا. ومع الأسف أنا أعتقد أن هذا يمثل شريحة، يمكن سعادة العميد يعرف ويدرك في المرور أن هناك من يأتي بعشرين ثلاثين مخالفة ويقول تعالوا ساعدوني خلوا، يعني في الردع المادي أنا أعتقد ليس هو يعني مؤثر بحسب أنماط الحوادث والتصاعد اللي حاصل في ضحايا الحوادث المرورية. هذا واحد. إذا نأتي ما هو الردع؟ أنا أعتقد أنه نظام المرور الذي صدر عام 1428 هجرية يعني احتوى على يعني بدائل أخرى أو في النظام ما يحتوي على وسائل أخرى لم تفعل، اللي هو مثل نظام النقاط. يعني أنا شخصيا مع العقوبة وتشديد العقوبة على من لا يلتزم، لأن هناك حياة يعني نفقدها بسبب هذا، وهناك فاقد اقتصادي ضخم على المملكة. يعني أصبح ليس الآن كل منا مهدد في الشارع بصراحة، يعني هناك عدوانية في الشارع، للأسف الواحد يطلع ما يضمن أنه يرجع، عدوانية يعني لابد أن نعترف. وهناك دراسات تثبت هذا، يعني لا أقوله جزاف، دراسات متخصصة. إلا أنه الإشكالية هل الردع المادي هو كافي؟ يجب أن نتوقف أيضا يعني ونقيم نظام ساهر، نقيم نظام المخالفة. يعني الآن مرور الرياض حوالي 1,700,000 مخالفة، يعني 3 مليون إلا شوي، يعني في 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 عام واحد. أنا أعتقد هذا الجهد يشكرون عليه الإخوان في المرور. لاحظ هذا بدون يعني مخالفات ساهر. ما هو ترى رقم مخيف، ترى رقم دكتور مخيف يعني جدا. يعني أنا والله كنت أتوقع بس إن هذا لما جابوها إنها لها علاقة بالمملكة. لاحظ إنه يدوي، وهذا يدوي غير إلكتروني، يعني لاحظ إنه ولا لا يا سعادة؟ نعم، يعني رجال المرور معناته يبذلون جهد في الميدان كبير، إذا أين الخلل؟ لكن أبغى أقول لك شيء واحد، يعني أنت الآن ونذكر هذا نكرره دائما، يعني الجهات الهندسيه، جهات الطرق والامانه، انا اعرف الامانه لديها جهد كبير في هذا المجال، لديها اداره هندسه مرور، ربما تكون اول اداره هندسه مرور على مستوى الامانات في المملكه، ولديها ادله لهندسه المرور. الا انه تجد انه احيانا محل ما تسكن لا تجد اشاره الستوب ساين او علامه قف، لا تجد ايضا، وان وجدت من يلتزم بها. اذا هناك انا اعتقد الرقابه اين تكون؟ هذا السؤال لابد ان يطرح، اين تكون الرقابه؟ في 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 يعني حنقول لك بكل شفافيه، واحنا نتكلم عن صوت مواطن ونقول انه صوته وصدى في هذا البرنامج ولكم حق الرد. يعني يقول لك البعض يرى، وان كانت انا ما عندي احصائيات، لكن حتى فيما يطرح سواء من قبل كتاب راي او عمده او حتى وسائل التواصل الاجتماعي، بانه للاسف المرور او رجل المرور هو شريك يعتبرون استراتيجي في 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 حوادث المرور وفي اشكاليات المرور. ليس الكل، لكن له تأثير رجل المرور. البعض يرى بأنه لا يقل عن 25% مشاركته. وأعطيك مثال بسيط، احنا نتكلم مش بس عن المخالفة أنها اللي تودي بالوفاة ولا الإصابة، نتكلم عن مخالفة مرورية وإرباك سير وكذا. البعض يرى يقول أنه إذا شفت زحمة عرفت أنه رجل الأمن أو رجل المرور متواجد، وإذا ما وجدت الزحمة عرفت أنه الأمور طيبة، ما في عسكري واقف بالذات فترة الصباح. يعني هذا وجهة نظر عند رأي عام تقبله وعند حق ردها، يعني لا لا ما نطلقها، من حق كل شخص يعني انه يعني انه يبدي رأيه، لكنه انا ضد الرأي هذا. رجل المرور وضع لتنظيم حركة السير، لضبط المخالفة المرورية،
لمساعدة المحتاج. رجل الأمن مهما كان هو ابن البلد، يعني ما جي من 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 كوكب آخر ووضع رجل أمن، هو من أبناء البلد موجود. فرجل الأمن هذا اللي يوضع في الميدان للمحافظة على الأمن المروري في الميدان أو في الشارع، طبعا ممكن يكون يعني بعض السلبيات تكون، لكنه ما ينطبق على جميع. احنا ما اطلقنا على العموم، بس هي وجهة نظر يعني. نعم، ممكن يكون يخطي، وكل انسان يخطي، ممكن يقف وقوف غير نظامي مثلا على حركه السير، ممكن يقف عند حادث ما يكون تصرفه سليم، ممكن يكون اشاره ضوئيه مثلا ما قدر يطعيها، ممكن يصير الكلام هذا، لكنه لا ينطبق على جميع الرجال. نرجع مره ثانيه للمخالفات المروريه، ونرجع للحوادث المروريه. يجب انه يكون في هناك اقناع القائد المركبه، اقناع انه هالشيء اللي يسويه هذا خطا. مهما ضبطنا المخالفات المرورية لن تنتهي. يعني انتم مقتنعين بانه الجانب المادي زي ما تفضل الدكتور مو كافي؟ الجانب التوعوي يجب انه يكون الناس تقتنع. اضرب لك مثال، الان لو تطلع بسيارتك انت اي دوله من دول المجاوره تحصل الناس كلها منضبطين في النظام، ليش؟ انا لا تسالني، لو اجبت انا ما ادري ايش بتكون اجابتي. هذا سؤال يوجه لكم انتم. طيب، مو لنا احنا. لا، يعني يقول لك ايش معنى لما اطلع انا سعودي واطبق في دول الخليج؟ يقول لك يلتزم بالنظام بدقه وعندكم ما يلتزم. لا انا لا. انا اسالك السؤال هذا، يربط حزام الامان يلتزم بالنظام، طيب ليش ما التزم في بلدي؟ انتم ما تطبقون النظام اذا انتم والمخالفات اللي رصدت هذه، هل هذا هو تطبيق نظام؟ تطبيق نظام هذا يجب انك يجب انه السائق يعني ما ترى دكتور سعاده العميد انه من العقوبه اساء الادب اذا تتكلمي على الارقام؟ لا هذه لا انا لا اتوقع انه لا هذه هذه المخالفات اللي ما رصدت اضعاف مضاعفه لو تتكلم على الفكره هذه ولا دكتور؟ هذه هذه ما يعني ما انا ودي يعني اكد على اللي ذكر الاخ علي، يعني انه يعني شوف يعني هذه دراسات احنا ما نتكلم يعني متجارب دول كثيره. التوعيه مهما عملت من التوعيه قد تصل من 15 إلى 18 20% دورها في العملية المرورية. أوكي، يظل الأركان الأخرى مع بعض مهمة. إحنا ما نقول والله رجال المرور ما يعملون جهد، بالعكس ضبط المخالفات والحركة المرورية في جهد ضخم، ولكن هل هذه الجهود أدت إلى ما نريد؟ أنا أعتقد لا الأخوان في المرور عندهم رضا، ولا إحنا كمتخصصين، ولا حتى الرأي العام، لأنه أصبح حاجز وحاجز مخيف. أنا يعني أعطيك مثال، يعني المحاكم المرورية يعني أحيانا تتدخل المحكمة وتعاقب وتشيل الهم عن المرور. يعني أنا لا أطلب العقاب المادي، حتى العقاب المعنوي. الآن بدأنا نستمع أنه بعض القضاة وبعض المحاكم تفرض على المخالف أو من تسبب في قتل في حادث أن يذهب إلى الهلال الأحمر ويساعد، أو يذهب يعمل عمل ميداني، مسؤولية اجتماعية. نعم، يعني مسؤولية اجتماعية. أنا أعتقد يجب أن ننظر إلى العقوبة الآن ليست مادية وفقط، إنما نربطها بالجانب المعنوي، وأن يكون هناك أيضا لا يستثنى أحد على الإطلاق من هذه العقوبة. طيب أنا برجع لك سعادة العميد، بس عشان نبين أنه إحنا نذكر الجهد اللي يبذل المرور، ونعرف أنه الله يعطيهم الصحة والعافية، هم يعني قد يقومون بجهود غير المرورية لها علاقة بجنائية وغير جنائية في عملهم المروري المفترض أن يكون خاص بحث مروري. فريق البرنامج كان في مرافقة لأحد الدوريات الأمنية أو السرية الخاصة بالمرور، وكانت الحالة تحولت يعني من مخالفة مرورية قد وصلت إلى قضية جنائية. نتابع هذا المشهد ونعود في القوة معنا. طبعا المخالفة هذا السرعة 180، اللوحة الخلفية ما هي موجودة، واللوحة الأمامية مطموسة، طبعا ما يحمل أي إثبات هوية. الإجراء خلاص بالسيارة الحجز، والسائق يدعى للتوقيف، يسلم طبعا لقسم الشرطة أولا عشان ما يحمل أي إثبات هوية، وبعد إحضار هويته يحل المرور. طبعا هذا زي ما أنت شايف رصاص، وأكيد طالما هنا رصاص 80% في السيارة سلاح. طبعا هذا الرصاص تقريبا يا مسدس او
طبعا هذا تسلا الثانية. صحيح هذا هو السلاح. افتح افتح يا عبد الرحمن عندك. صحيح هذا السلاح وهذه لوحة اللي كان ما هو مركبها. طبعا شو اسمه هذه هذا سلاح ناري. طبعا على ضوه راح يسلم القسم الشرطة ويتأكدوا من وضع السلاح هذا اللي معاه مصرح او مو مصرح. طبعا هذا وضع جنائي ويتولونه قسم الشرطة. اهلا بكم مشاهدي الكرام مره اخرى. بخلي السؤال هذا لك عشان ياخذ العميد راحته في النقطه هذه. المقطع اللي شفناه احنا يعني قضيه انه البعض يقول احنا ما نبغى نثقل على المرور لانه يقوم بادوار متعدده، لها علاقه جنائيه، لها علاقه مساعده انسانيه، تنظيم سير، تكلم عن جمهور، تتعامل مع الجمهور صعب. ودائما احنا نرجع لقضيه خصوصيتنا، والسعوديين عندنا خصوصيه، فدائما عندنا مشكله في التعامل بسبب خصوصيتنا. صحيح. في الاخير تطلع بحاله زي هذه سياره سرعه تتجاوز 180، سهولة الانقلاب فيها وسلاح ولا هوية ولا 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 آخره. هذا لا ينفع والله مع لا توعية دكتور. صحيح يعني شوف أنا بقول لك الآن مثلا يعني حتى نظام ساهر والإخوان في المرور يعرفون يعني في خدمة أمنية يعني ليس فقط هو مروري يعني إنما قد يكشف حالات جنائية وخلافه. يعني المسألة يجب أن لا تحمل الإدارة العامة المرور ورجل مرور كاهل المشكله، فهو هو شريك. هو مثل ما ترى انه محمل ايضا جميعنا نتحمل حتى نحن المتخصصين. لا بس ترى انه محمل هو فوق طاقته. انا اعتقد نعم حتى على الاقل ولا يجب لا يجب ان يقوم بدور التوعيه. وكررت كثيرا حتى هندسه المرور والتحكم المروري يجب ان يكون في الامانات وليس لدى اداره المرور. هذا موجود برا، هذا يعني الممارسه العالميه. يعني يجب ان نخفف على رجل مرور حتى يقوم بدوره، يتفرغ لتنظيم ما ورد في لائحة نظام المرور. احنا حقيقة نجهل ايضا كمجتمع، يعني لابد ان نحمل المجتمع، نحمل انفسنا، هي ثقافة مرورية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، ما له دمه وماله وعرضه. يعني انت لو جيت في المشكلة المرورية الدم والمال موجود، الدم الذي ينسكب في الشارع وتتسبب انت فيه، المال الذي تخسر سواء للدولة أو الشخص أو مال عام أو خاص. إذا هي ثقافة مرورية، ولكن هذه الثقافة المرورية يجب أن تتغير أنا أعتقد بالعقوبة الصارمة وليس إلا. طيب عميد علي إيش رأيك أنت؟ هل أنه فعلا المرور محمل؟ يعني ليش ما تكون شوية يعني تخرجون عن القلق حتى في التصريح؟ يكون في اعتراف أنه مثلا عندنا قصور في الأعداد، محمل فوق طاقتنا، حتى الكل يتقبل حتى يدعمكم يعني الرأي. اسمعني رجل مرور يعني مهما كان أمره رجل أمن في المقام الأول رجل أمن يضبط حالات أمنية، يضبط حالات جنائية، يضبط مخدرات، يضبط المخالفات المرورية، يباشر حوادث مرورية، ينظم حركة سير، يضبط مخالفات، هو رجل أمن. يعني أي ارتكاب أي أمر سواء كان مخالفات مرورية أو حالة جنائية لابد أن يضبطها مهما كان الأمر. طبعا العينات اللي زفتها قبل شوي هذه في كثير، في ضبط مخدرات، في ضبط الحقيقه سرقات سيارات، في خمور، في اسلحه، في كثير يضبطون. يضبطونها كيف؟ يضبطونها عن طريق استيقاف مخالفه مروريه. يستيقف زي قبل شوي استيقاف مخالفه مروريه فيتضح انه ايش؟ في جنائيه، انه في حاله جنائيه، فيسلم لجهه الاختصاص. يعني رجل مرور يقوم بادوار كثيره في الميدان وليس دور بس ضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركه هذا اللي يخلي انه الناس ينظرون انه في قصور في عمل رجل الامن. ما حنقول لك في نظم المرور، في عمل الفرد. يعني هو البعض ايش يقول يا سعاده العميد؟ انه استبشرنا خير مع هذه النظم الالكترونيه اللي صاحبت تطور قطاع المرور، يفترض انه يكون هناك رجل الامن اكثر تفرغ للتعاطي مع الراي العام، مع الجمهور، تواصله معه، لانه حل يعني بدور افضل واسرع منه في جانب تقني، فبالتالي يكون المفروض الموضوع اسهل لكم. نعم معقد العكس صار الحاصل. نعم نعم الان دعم العمل الميداني المرور يدعم بحقيقه مجموعه من افراد الضباط، دعم مجموعه كبيره بعد تطبيق الانظمه الالكترونيه اللي هي سواء كان في رخص القياده او الاستمارات او اللوحات عن طريق الوكالات او عن طريق المعارض الملكيه. دعم العمل الميداني الان عندنا في مدينه الرياض
أكثر من 160 موقع لضبط المخالفات المرورية بدأنا فيها منذ فترة بسيطة، بدأنا فيها من بداية العام، والآن بدأنا التكثيف فيها والتقليل بالنسبة العاملين في 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 الأعمال الإدارية وتحويلهم للأعمال الميدانية. أكثر من 160 موقع في الرياض لضبط المخالفات المرورية. عندنا أعباء أخرى اللي هي منع دخول الشاحنات، عندنا 145 موقع. عندنا في الفترة الصباحية عندنا مواقع. تتفق أن في عندكم عيب يا دكتور؟ لا لا لا, لا, لا بالعكس عيب. طبعا لابد المرور أعمال المرور فوق طاقتكم يعني. أعمال المرور أعمال يعني لابد ميدانية ميدانية ولابد تكون يعني أعباء يعني زي ما تشاهد عن في في درجة حرارة الشمس فوق حول 49 درجة فرد المرور ينظم الحركة في الشارع. أنا درجة الحرارة تحت الصفر ينظم الحركة في الشارع. يعني أنت تقول عبء، أنا أعتقد في عبء على الكاهل الكبير على كاهل رجال المرور. يعني أعطيك مثال على التخطيط المروري، ترى مغيب يعني في بعض المناطق صراحة، وبعض في المدن في بعض المناطق نعم يعني في أخطاء ويتحملها من يعني يعني ليش أنا أبذل قصارى يعني جهد كبير عشان أوقف الشاحنات لا تمر من الدائرة الشمالي؟ أين الطرق العابرة للمدينة بحيث إنه الشاحنات التي تأتي المنطقة الشرقية تذهب إلى مثلا الطائف أو مكة وكذا لا تمر بداخل المدينة ولا حتى خطوط بديلة وغيرها، خطوط طرق بديلة. بس هذه سعادة يا دكتور علي تتكلم عن كانت أعطيك مثال يعني كانت مرحلة قضية النمو في على مستوى المملكة كان متوقف، يعني هذه مشاريع تنموية ضخمة حتى تحصل. لكن أبى أطرح لك سؤال بحكم أيضا تخصصك، أنه البعض يرى يعني أفتكر قبل عدة سنوات كان في طرح الرقيب له علاقة بالمواطن أنه يكون رقيب أو راصد لمخالفة، هذه موجودة في الخارج، أنه كيف يكون المواطن هو جزء يعني هو رجل الأمن الأول يفترض كيف يساهم في ضبط مخالفة مرورية بطريقة حتى يعني هم أصدقاء, أصدقاء المرور يعني أصدقاء المرور كان هناك اللي يصير الآن. إيش يصير يا دكتور الآن؟ أنت تستوقف واحد ارتكب مخالفة ما تستطيع ممكن يعني لا حتى لو استوقفته يجي عليك عتب انه ايش دخلك يعني اصلا بيصف انت تدخل وبلغ وكذا انتهى، فما في حتى الحافز اللي يخلي المواطن يساهم حتى لو عنده القلق والمصلحه العامه ومساعدته في هذا القطاع. والله يعني شوف الاصدقاء المرور هي موجوده، هي جماعات تطوعيه تعمل مع اداره المرور لها تنظيم، الفكره كانت موجوده وتبنتها الاداره العامه للمرور في فتره من الزمن، والله لا اعلم ماذا تم بها، انما هي يعني جيد انه يكون المواطن هو اساسا معين لرجل الامن. انا اعتقد انه انا لا اعلم والله اذا كان هي موجوده الان في منطقه الرياض، لكنها كفكره انا اعتقد انها رائده يجب ان تكون. سعاده العميد ايش رايك في هو الان على اساس انه يكون ضبط المخالفات المروريه الكترونيا عن طريق الاجهزه الذكيه اللي حتسلم ان شاء الله الان يدربون عليها مجموعه من الافراد عن طريق الاداره العامه سواء كان الحوادث المروريه او سواء كان المخالفات المروريه. طبعا حيسلمون أجهزة ذكية مقاربة للجهاز للهواتف ضبط المخالفة عن طريق الجهاز، ومن ثم بعد ضبط المخالفة ترسل لك رسالة عن طريق النظام. مركز المعلومات الوطني أنه تم تسجيل عليك مخالفة مرورية في الشارع الفلاني في الموقع الفلاني، مخالفة سرعة قطع إشارة بدون استيقاف المخالف. هذه حتسهل كثير على عمليه ضبط المخالفات المروريه، بالاضافه لعمليات رفع الحوادث المروريه حتسهل كثير علينا بالنسبه للعمليات الورقيه. طيب حيكون عن طريق الجهاز الذكي. حيكون جميع الاجراءات عن طريق الجهاز. هذه جيده جدا، انت تتكلم عن جانب الضبط، لكن جانب العقوبه حتى استوقفوا الدكتور ذكر انه المادين خل اكمل لو سمحت. عشان بس الوقت المخالفات المروريه بدل ما تكون 240 الف في شهر حتكون مضاعفه المخالفات المروريه لما يكون ضبطها عن طريق الجهاز. احنا ما نتكلم عن مضاعفتها، تكلم الدكتور علي قبل شويه انه العقوبه في الاخير، يعني انا ما عندي مشكله حدفع مخالفتين وثلاث واربع وسدد العقوبه موجب النظام، يعني زي ما ذكر الدكتور مثلا انه من الحزم اللي تساعد على الرفع. انا متكلم تطبيق النقاط، اتوقع لو طبقت نظام النقاط الان يمكن نص السعوديين ما عندهم رخص ومعقات ويجب ان نطبق ذلك بصرامه. وهذا مطالب على فكره انه نظام، انا اعرف انه يعني قد يكون والله السياره مثلا مسجله باسم من او من يقودها او كذا وكذا، واليوم التقنيات تستطيع ان تكشف هذا او حتى من يسجل عليه مخالفه ممكن هو يعني يقدم يثبت انه ما كان يقودها او كذا وكذا. وهنا تتكلم عن جانب مهم وهو يعني برضه الخصم والحكم، يعني هناك لجان تفصل بين انت دخلت في قضيه اللي انا ابغى اوصلها معها اللي هي قضيه المحاكم، ليش ما فعلت الى الان؟ يعني ما زالت احنا لجان فصل داخل كذا. انا اتمنى وهذه مطالبه من المهتمين بالشان المروري منذ عقود، نطالب بمحاكم مروريه متخصصه تعرف تتعامل مع المخالف
وحتى يشعر حتى لا نخلق العداء دائما بين المواطن العادي او السائق ورجل المرور. طيب وضع المحاكم هذه ايش اللي صار؟ هذه في نظام مرور، طب تعرف بالنسبه للمخالفات المروريه في النظام حدد النظام الصلاحيات وحدد العقوبات في النظام. طبعا شكلت اللي هي هيئه الجزاءات او هيئه الفصل في المخالفات المروريه في كل اداره مرور للفصل ما بين المخالف وما بين رجل المرور، هذه نقطه. النقطه الثانيه لتطبيق العقوبات سواء كان بالغرامة أو سواء كان بحجز المركبة أو سواء بإيقاف الشخص في التوقيف في إدارة أو بكليهما معنا أو بكليهما طبعا. هذه المحاكم المرورية هي اللي تبت حقيقة في, في في ما بين المخالف وما بين رجل المرور في الميدان لتطبيق العقوبة، سواء كان العقوبة مغلبة أو بالحد الأدنى أو بالحد الأعلى أو بالإيقاف أو بإخلاء السبيل أو بحجز المركبة لمدة معينة. وهذه مطبقة في إدارة المرور الرياضي، يحول المحاكم اللي هي هيئة الجزاءات في المخالفات المرورية لحين تطبيق المحاكم المرورية. أنا أعتقد معليش يعني هنا في هذه النقطة المحاكم المرورية إذا لم نطبقها أنا أريد أن يكون لا يكون الخصم والحكم يعني يشعر المواطن أنه ذاهب يعني إدارة المرور. أنا أخفف يعني الفجوة هذه الموجودة. بعدين الآن التأمين شركات التأمين ما لها يعني دور كبير، هذا المفروض يكون دوره، وهنا لا يمكن تفعيل دورها الا من خلال الوقت يعني المروري. قضيه التامين انت ترى هل يعني البعض يرى متخصصين بانه من اغلب اسباب ارتفاع نسب الحوادث والوفيات قضيه التامين، يقول لك ديتك في الدرج البطاقه الموجوده للتامين، بالتالي ارتكابه للمخالفه وايا تكون ما عنده قلق في الجانب حادث وما في احد يبغى ما في احد يبغى يعرض نفسه بس يعني عدم اكتراث لا لا بس التامين في نظام لها شركات التامين عفوا نعم لها نظام لكن المحاكم المروريه انا اعتقد هو السبب يعني تكررت وكذا يرفع المبلغ التامين نعم في لها نظام معين لا نعم مو بس تتكلم ما ساعدت جرأة عند الناس يعني حتى اصبح الان اي واحد حتى اللي ما عنده يقول لك والله ما مشكله لا تتكلم معي في تامين ولا تناقش اي معك بس في سجلك موجود فيه انه صار عليك حادث لدى شركات التامين طبعا بدل ما تأمن مثلا تأمن ب 300 ريال السنه القادمه يقول لك لا أمم 600 طيب ريال. نجح المرور واتكلم عن مرور الرياض في خلينا نقول لك مش القضاء لكن جعل نموذج في قضيه انه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران نعم. في هذه المقوله عندما عزم واراد المرور وزاره الداخليه ممثله في جانب المرور القضاء على ظاهره التفحيط والحد منها وتشديد نعم. العقوبات كانت نموذج ناجح ورأينا أنها انطبقت يعني أنا من الأشخاص اللي رصدت في المرور أنه حالات يعني دخلت وساطات ودخلت حالات هذا لا تناقش فيه الموضوع كائنا من كان نعم. رأيتها في مثل هذا الجانب تتكلم عن مجمل عام الحياة مال وصحة وأشخاص يعني تحتاجون بس شوية خلينا نقول لك أنتم كأنكم قلقين وخلينا نقولها عنكم إذا يعني في فمكم ما أنه قلقين من ردة الفعل العام إذا طبقت كثير من الأنظمة يعني مستفزة لهم في الجانب العقوبات لا لا, لا, لا بالعكس يعني أنا ما زال مور الرياضة الآن أو الإدارة العامة وتسعى تطبيق النظام يعني وتحويل المخالفين حسب النظام طبعا نتعامل مع المخالف أو المخالف في الشارع حسب النظام يحال هيئة الجزاءات في المخالفات المرورية ويحكم عليه. اللي صاير في قضية التفحيط الآن النظام أعطى الصلاحية لهيئة الفصل في المخالفات المرورية بتطبيق النظام بتطبيق العقوبة. أحيانا العقوبة تتكرر مثلا التفحيط مثلا يتكرر مرة مرتين ثلاث أحيانا يتكرر التجمهر كذا لها الحق هيئة الفصل في المخالفات المرورية بتطبيق نظام العقوبات على مخالفي التفحيط أحيانا تصل إلى 6 شهور أحيانا تصل إلى سنة. طيب أي. انت الوقت عندي لك سؤال اخير لانه موسم الصيف جاي واعذروني الاخوان تفضل نبغى نعرف يعني ونحل ونفتي قضيه التضليل هذه ريحوا الناس فيها وش الوضع يعني عند الرجل المرور كل واحد يعطي يقول لك هذه ممنوع مسموح 01 02 على قولتهم التضليل امامي خلفي اعطونا بس انت مدير مرور الرياض طبعا عطنا كلمه نستند عليها النظام نظام النظام اللي صدر كل ما هو عندهم قراشات ولا كلهم سياراتهم نظام التضليل اللي صدر الحقيقه انه تعليمات من وزاره الداخليه انه سيارات العوائل فقط الراكب الخلفي من خلف الراكب او خلف السائق فقط الزجاج فقط هذا اللي يظلل السواق هو الاهم مسكين هو اللي بيركب في الحرب السائق السائق والراكب الامامي والقزاز الامامي والخلفي هذا ممنوع منعا باتا حتى 01 هذه او 01 حتى 01 01 اعتقد هذا صح هذا صحيح طيب كلمه اخيره لك دكتور علي كلمه اخيره انا اعتقد انا اطالب مره اخرى بالمحاكم المروريه ان تكون لانها جهه محايده وسيتقبلها الجميع يعطيك الصحه والعافيه يقول لك الى الماء يسعى من يغص بلقمه فالى اين يسعى من يغص بماء هذه عند البعض يراها انه كيف يروح يشتكي على المرور وهو خصم حكم والقضيه اللي يمكن طرحها الدكتور ان شاء الله تعجل القضيه
قضية المحاكم المرورية في البت مثل هذا الوضع، وتعجل أيضا من تصحيح وعي وثقافة عندما تطبق الآليات. كل شكر لكم، نتابع هذا المقطع وإياكم، يعني له علاقة بثقافة سهل اللي صارت عند الرأي العام السعودي تشكلت، قد يكون في نوع من الترويح. شكرا لكم.